Now if I'm like bullet, bullet 1, bullet 2, bullet 3, bullet 4, bullet 5, okay? لاحظ كل لغة ضربة في backslash item يعني هذه command okay؟ بعدين تعال للcompilation إذا في خطأ طوال الcompiler بقول لك في خطأ لا لا الcompilation لا لا باش على الشل يعني باجي هون أنا بقولها latex experiment 1 okay؟ فلاحظوا بالعادة بيطلع كأنه compiler فهيك بعمل compilation إذا كل شيء تمام بقول لي كل شيء تمام بعدين بشوفها بالxdbi okay؟ اوكي فبقعد بطلع طلع مثلا طلع شفتوا هاي الكوماند ويندوز شو كيف تطلع كوماند ويندوز شوف الترقيم مش منه مش مني منه هو بحط ترقيم سكشن واحد ورا واحد لاحظوا الايتم ايتم 1 هي اكتب لي 1 هي لوجن ان لوجن ان شفتوا كيف بيطلع اوكي لوجن برمجي الجود نيوز اباوت الليتك Free, F-R-E-E. Okay? It's a free language. بعدين بدون نيو لما لسه اشتغل بالجامعات هاي. البعض مرات تلاقي دكتور بجامعة أمريكية مع دكتور جامعة فرنسية مع دكتور بجامعة روسية. بيعملوا ريسيرش، اوكي؟ كل واحد بيعمل جزء بجمعوها in one six file أو حتى لما جمعوها. You can build a new file اسمه مثلا total. Top tech. بقول له جوا انكلود الضخمة تبعي مثلا حنا ضطيك وانكلود زميلي الفرنسي فرانسوا ضطيك انكلود بول ضطيك تقنط لهم ورا بعض اوكي ما بغيرش شيء فبس ببعث لي فايله بحطه عندي بكمل كله بيطلع صغير حجم صغير يعني مشكلة الوورد افتح لك وورد صغير اكتب لك كلمتين أنا سيف افتح حجمه 100 كيلو انت مش عارف ليش طلع 100 كيلو اصلا يعني كل اللي عملته انكلود لشغله بسيطه التكست بضل تكست فشو بتطلع تكست في الاخر كل كاركتر عمل عن نصيف البايت فهذا التك اللي بحب يعني ممكن ورجيه يعني بعد الحلو انه مش طلعت هاي الفيو على انه تحولها اللي بدك اياه في عندك كوماند اسمها dbi.ps بتقول له axp1.dbi داش او طلع لي اياها axp1.ps طلعتها بوست سكريبت سامعين بالبوست سكريبت انتو؟ اوكي بعدين تقول له بي اس حول لي اياها لبي دي اف axp1.ps بحول لك اياها لبي دي اف في كوماند اسمها بي اس تو دوك بحول لك اياها لوورد في احلى من هيك؟ ايش؟ وكيف سيف اس؟ انا بعملها دائما على الكوماند على انا بس الواحد المشكلة الحلو بالكوماند بتعيدها لما بدك يعني مش كل مره اروح على المنيو طيب فقلت انا بس اورجيكم فور كومبليتنس باي ذا واي اللي شفتوه هذا مش لينكس بس سامعين بسيكوال هذا ما فيه هذا سيكوال لينكس لايك ونروح على www.sigwin.com بس مش كل حاجة كبير إذا بتختار الكومبليت انستوليشن حجمه جيك و 800 ميك فبدك نهارين يعني بالداونلود وين انا بالنسبة لليوم مش كثير بس انا اليوم جاي 20 جيك اه بس يعني ما مشكلة إذا اللاب رجع عندك ثواني انضرب إذا رجعت عيد من الصفر لا بكمل طبعا اذا استخدمت التول تبعه في عندنا مانجر انا بستخدمش مانجر دائما بعمل انستليشن ولا لان انا عندي خط بيزك بتاعي اني ويز طيب ليتس جو تو الباسز طيب قبل ما نحكي عن الباسز يا شباب لازم تعرفوا ليش الخيار بيرد طبيعي من البيرد في
P E R L. VF Perl. R reporting language. The P for processing. نحلي نحكي ابعث لي كان على شيء قبل جوجل صراحة شباب قبل جوجل يا أبو إذا فتح هذا الشيء كتير بس قول له ما تستير Practical extraction and reporting language. لو بتعرفوا مين عملها؟ اللي عملها أستاذ اسمه لاري أتذكر إنه مين؟ لاري وولد. Thank you. لاري وولد. مش عارف لغات البرمجة اشتركها بالبرمجة بس كان يقول انه it's very complicated وهو لانه كسول وبعرف انه هو كسول انا عمل لغة البرمجة طلعت اعقب من الباقي بس هو بدعي انه هي سهلة which is true ما هو بكل شيء بتحكي لما بتعرف مش عسكر طبعا بتعرف هو شيء بصعب البرمجة scripting language ليس compile الكومبايليشن بيتم on the fly هلا سي لا سي تكتب كود بالهاي ليفل لانجوج بتجيب كومبايلر بتكمبل اذا في مشاكل ولا تنسي هون سيمي كولن الشغله اللي هون في غلط اوكي بعد اذا مش تمام بيخلق لك الاكسكيوتور اللي هو الماشين لانجوج فايل اوكي البيرل لا البيرل اون ذا فلاي وين يو رن يور سكريبت بيعمل له كومبايليشن اوكي وبقول لك اذا في خطا سو بيسكلي يو ويل نوت نو اذا عندك خطا بيصل للسطر اللي فيه خطا للمعنى interpretation line by line. So but for the execution بيرل أبطأ يعني زود شعر 1 نانو من السي لأن it's an interpreted language that's Java it's interpreted لكن ما يمكن لما يسوك فيه بيرل is platform independent نفس الكود تبع بيرل ترنز على اليونكس واللينكس والويندوز والماك وين بدك أن حال نزل على بيرل ما يجي عدال عيب عم يقول فالواحد ضحي بهالنانو سكت في الاكزكيوشن في مقابل ما تحصل عليه من انه اتس بس هذا اول اسباب الاسباب الثاني البيرل بيجي مع hundreds of free available modules عشان تشوف كل المودولز اللي بيجي مع البيرل طبعا عندك كثير من السايت بس على السايت اللي هي رابطه رهيبه www.cpan.org cpan for cpan www.cpan.org ah sorry comprehensive per archive network تحت cpan the good news في لينك اسمه modules روح وشوف ما لذة وطاب من الفريلي افيلبل موديولز انت ممكن تجيبها ايش بتطر على بالك حابب تقرا باوربوينت في موديولز الباوربوينت حابب تقرا اكسل فايلز في موديولز الاكسل فايلز حابب تقرا بيرل للاكس ام ال موجود وفري فري لايك فري بير فري فيش محقق اوكي هلا انا عاده طبعا ممكن تروح لاول موديولز بس اللي صار حدث ولا حرج اذا حابب تتفرج روح طلع بدك جيمز بدك شوف بطلع حتى شوف طلعت السلايد بار اللي هون اوكي خارج من زين تفرج كل هذه بصدق بالايه ها تفرج كل هذه موديولز ار فري افيلبل عملوها ناس جوروز فاضيين اشغال ماحكين برمجه عملوها حطوها وعملوا عليها فيرجنينج فبدك الفيرجن بدك اياها بتروح تجيبها وتحطها عندك بس لو بدي اوصيهم البريشن قديش يعني العدد
اوكي اتس اول فري الداونلود بتاع على كتل اف اكس ام ال اوكي اكس مور ذان 100 ماتشز وين راح الاكس ام ال انت اوكي اي الين اكس ام ال كتل اف 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 بس وقف على انتر اوكي كل هذول اكس ام ال باكجز free you can just install them and run them okay you can install them على لينكس على لينكس او على الويندوز اذا انت تحب الويندوز هلا كنت انا بحكي مع زميلكم ديما قبل شوي انه انا حابب اشتغل على الويب وحابب على لينكس ناو المشكله انه انا قاعد بيني وبين حالي هلا تقول للطلاب انه البيرل هو برمجه جديده ولينكس هو سيستم جديد فرولي الطلاب عم يضرب على النادي فقلت يا ولا شو رايك تعمل ريلاكس لو واحدة من الشغلتين يا تعمل ريلاكس على لغة البرمجة يا تعمل ريلاكس على الأوبريتنج سيستم فروحت أنا عملت ريلاكس على الأوبريتنج سيستم لأنه البيرل في من ترانز على الويندوز يعني بما أنه بلاتفورم ديفندنت مش إشكالية وعلى الويندوز كمان بيجي معه إيش اسمه بيرل موديول مانجر مانجر بي ام ام او بي ام بيرل موديول مانجر بي ام ام فري بتقول له اي موديول بدك اياه هو لحاله بشبك على النت بدك لحاله على الريبوزيتوري بنزل لك اياه بعمل لك انستوليشن بقول لك حاطط لك اياه عندك في احلى من هيك عدان العيب عدان اوكي موافقين انه لنا للويندوز معناته موافقين نضلنا على الويندوز يعني انتم مش رح تقلبوا لانه انتم اصلا يعني ويندوز بيك يعمل لغة البرمجة تكون فيه يعني تستخدم جافا يستخدم انا معك بس شوف المشكلة انا بواجهها انا في التقييم لما بدي اقيم الطلاب بدي اقيمه كله بنفس البلاتفورم بنفس لغة البرمجة عشان اقيم الواحد واحد عم بتقول واحد كتب بالبايثون واحد كتب بالبيرل واحد كتب بالسي شارب واحد بالاس بي دوت نت مش هخلص في لغات برمجة في شغلات ريدي ميد في لغات برمجة ما فيها فما بدي أنا زي ما تقول واحد يعاقب بسبب عدم معرفته إنه لغة البرمجة الأخرى فيها كثير مودولز فأنا قلت لا يا ولد فيكس الأوبريتنج سيستم ويندوز وفيكس لغة البرمجة وخلي الكل يطحن أوكي بالآخر الريسورسز على البيرل يعني إيش بدك أقول لك أنا عادة ما بجي على السيبان ما بجي على الفول موديول بجي بقول له على السيرف بقول له مثلا أعطيني أكسبت يلا أكسبت أوكي أنت مش شايفك شغال لسه مستعد اه شغال شغال طيب شايفك كيف تعطى بس انا اه صار ايش هذا هاي اللي بالعاده يعلى على كل السبورس هذا الموقع اللي مكتوب فيه هذا الويب اللغه بيرل ولا مش بيرل سؤال المنطقي اللغه المكتوب فيها الموقع هذا مكتوب بيرل البيرل بيشتغل كثير مع الويب في الويب ابلكيشنز خلينا نروح على موديولز هون عمل لك واحد جديد
Thank you.